نظم حزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة المنصورة بالدقهلية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. شارك في المؤتمر حضور حاشد من المواطنين والسياسيين، وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري ثم تبعته دقيقة حداد على شهداء فلسطين. النهارده في مؤتمر حاشد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه اللامحدود من كل مواطنين شعب محافظه الدقهليه وخاصه شباب محافظه الدقهليه، والمؤتمر ده انا بقول ان هو مؤتمر رد جميل، رد جميل للرئيس في كل حاجه دعم فيها شباب من منذ توليه رئاسه الجمهوريه، وهو داعم جدا للشباب في مجال التمكين الاقتصادي والسياسي، وعلى مدار تاريخ العشر سنوات من الانجازات الحقيقي ان احنا بقينا نشوف دلوقتي تمكين للشباب مش مجرد شعارات الرئيس بيقولها. حرصنا على حضور هذا المؤتمر دعما للرئيس السيسي في الانتخابات، والحقيقه مش الدعم للرئيس السيسي في شخصه، احنا بندعم مصر في شخص الرئيس السيسي. انجازات ما شفناش قبلها يعني من 30 سنه، واحنا وراك يا ريس، وفي الانتخابات احنا وراك وبقلوبنا واحنا معاك، وتحيا مصر تحيا مصر. ان كان الجهود الفعاليات والنشاطات الكبيره لحزب مستقبل الوطن، حزب الاغلبيه، حزب رقم واحد في محافظه الدقهليه، النهارده اقل شيء يبقى فيه مؤتمر جماهيري وشعبي كبير للسيد الرئيس للرد الجميل على كل المشروعات والانجازات والبنيه الاساسيه وحياه كريمه والطرق وكل، يعني ما لا ننكر ان في ظروف اقتصاديه في العالم كله، ولكن احنا انا شايف ان احنا نجني ثمار هذه الانشاءات وهذه البنيه الاساسيه في المستقبل. مؤمنه طبعا وثقتي بالرئيس باتخاذ قرارات كلها انا موافقه عليها، لان هو شخصيه حكيمه وصاحب قرار، واحنا في الوقت الراهن بالتحديات اللي بتقابل بلدنا لازم نكون كلنا يد واحده.